تتوالى المبادرات في العراق لحل أزمة التظاهرات، تختلف الصياغة لكن الهدف متشابه، تعديلات في الدستور وقانون الانتخاب ومحاسبة الفاسدين بما يحفظ للعراق نظامه السياسي ووحدة أراضيه وتلبية حاجة الشارع. لكن هذا الكم من المبادرات لم يلقى تجاوبا حتى الآن من الشارع. الحكومة نعم هي أطلقت هذه الحزم وأطلقت المبادرات وأطلقت الإصلاحات والقرارات والتعيينات، لكن الكرة في ملعب البرلمان، وحتى البرلمان إن صادق ومرت هذه الإصلاحات أنا أستبعد المواطن والمتظاهر سوف يتفق أو سوف يؤيد أو ينسحب من هذه الأماكن. يقول المراقبون إن حلقة مفقودة في مساعي الحل لا تزال غائبة عن المشهد، وهي الوسيط المقبول من الطرفين الحكومي والشعبي لإيصال الرسائل بشكل مباشر وتعريف المتظاهرين بخطوات الحل المتخذة من قبل المعنيين. أنا ما أقبل من أيضا المتظاهرين يقول لك إلغاء العملية السياسية، إسقاط النظام، هذه مو صحيحة. إحنا نريد إسقاط المنظومة السياسية الحالية، تغيير المنظومة السياسية الحالية بحيث تستطيع هذه المنظومة أن تفهم الواقع السياسي وتفهم الحراك الاجتماعي وتفهم الحراك الجماهيري وحاجة الناس وحاجة الشباب. المسارات الجديدة التي دخلتها التظاهرات لجهة قطع الطرق التجارية الحيوية ودعوات العصيان المدني قد تكون انعكاسا واضحا لتعقيدات المشهد وعدم التنبؤ بمستقبل التظاهرات في العراق. استمرار التظاهرات وتوالي المواقف والمبادرات السياسية كشفا عن مسارين متوازيين يقودان البلاد نحو محطة غير معلومة حتى الآن، والمطلوب وفق المراقبين هو احتواء انعكاسات المرحلة وخلق الأجواء المناسبة للتفاهم تحت سقف الدستور. محمد الفهد، بغداد، الميادين.